يلا نعمل الفته بالخل والثوم واللحمه على الطريقه المصريه خطيره. ايه بقى؟ بصوا انا معايا لحمه موزه هنا في الشوربه اهي مسلوقه وخطيره. انت باللحمه بقى واتيفر بقى انت ذابحه او جايبه لحمه او ايه، بنسلقها ونطمن انها استوت وبقت زي الفل. الشوربه بتاعتها بنحط لها حبهان مستكه، ورق لورا، بصلايه، واللحمه بتستوي براحتها خالص وتبقى دايبه كده وجميله، والشوربه بتاعتها متحدقه وزي الفل. دي اول خطوه في الفته علشان تعملي فته عظمه. والشوربه بقى دي اللي بتخش في كل حاجه، بتخش في تسويه الرز وبنسقي بيها العيش، وبنحط منها شويه على الصلصه البيضة بتاعه الفته، يا دوبك كده كبشه مثلا ولا حاجه، فمهمه فاهتمي بيها كده. حطي فيها ايه؟ حبهان، ورق لورا، مستكه، ملح وفلفل، بصلايه كده. تمام. معايا بقى كمان ايه؟ الرز المصري بتاعنا، عايزه تغسليه وتصفيه كويس قوي. تمام. عايزه تستخدميه على طول من الكيس، انا بستخدمه على طول، خصوصا ان الانواع دلوقتي الكويسه كلها في السوق مغسوله اصلا، يعني مش محتاجه انها تتغسل. فكميه الرز برضو براحتك، لو انتوا عدد الاسره مثلا 6 اشخاص او 7 اشخاص مثلا، يبقى هتحتاجي مثلا 3 كوبايات من الرز. لو انتوا 4 افراد هيبقى مثلا كوبايه ونص مثلا او كوبايتين بالكتير كده. انت بقى تقدري تعرفي كميه الرز حسب انتوا عددكم قد ايه. معانا معلقه سمنه حلوه كده عشان نشوح بيها الرز مع الزيت، هنحط ملح وفلفل، هنسقي الرز بالشوربه عشان يستوي. دي حاجه اهي، وخلصنا كده الرز. معانا كمان العيش المحمص، ده عيش بلدي مقطعاه بالسكينه مكعبات، ودهنته كده من فوق كده، رشيت عليه رشه زيت على صاج فرن، ودخلته فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص لمده 10 دقائق او ربع ساعه، بيتشوي وبيبقى يجنن للفته. او لو عايزه تديله تشويحه على النار مع معلقه سمنه صغيره ومعلقه زيت لغايه ما ياخد لون حلو كده وينشف، مفيش مشكله زي ما تحبي. ومعانا اهو العيش المحمص. فاضل لنا بقى ايه؟ نوعين من الصلصه بنحطهم على الفته، الصلصه الحمراء والصلصه البيضاء. الصلصه الحمراء بتبقى عباره عن حته سمنه على زيت، وبننزل بيهم بفصين ثلاثه من الثوم المفروم، معانا طماطم مضروبه في الخلاط عليها معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، رشه سكر خفيفه، ملح وفلفل، وبنحط معلقه صغيره من الخل، وبتغلي كده وتبكبك مع بعضها، وبتبقى الصلصه بتاعت الفته جاهزه وتجنن. والصلصه البيضه بعد كده دي بنعملها برده سهله جدا، بنعملها سخنه على النار، بنحط معلقه زيت وننزل بثوم، فصين ثلاثة من الثوم المفروم، بعد كده بنطفيهم ب4 معالق كبار من الخل الأبيض، وتقريبا كبشتين مثلا ولا 3 كبشات بالكتير من شوربة اللحمة، وبتبقى الصلصة البيضة دي جاهزة بقى، بنسقي بيها الرز برضو والعيش وبس، ولا أي حاجة تانية، وبتطلع خطيرة. بما اني بقى سلقة اللحمة والشوربة وكله تمام، فأنا دلوقتي عايزة أول حاجة أعملها هو الرز. فهنحط كده حتة سمنة، وهنحط معاها زيت. السمنه طبعا بتدي طعم حلو قوي للرز، والزيت بيفلفله، فدي حاجه برده مهمه جدا، السمنه والزيت. ومعانا الرز الحلو ده، الرز المصري الحلو بتاعنا ده، هننزل بيه كده اهو، وياخد له كده تقليبه في الزيت والسمنه زي ما انتم شايفين كده. نجيب الكبشه كده الحلوه، وناخد من الشوربة بتاعت اللحمة، ونسقي بيها ايه؟ الرز. الشوربة طبعا تكون ايه؟ سخنة اهو كده، ونسقي الرز. الشوربة تكون ارتفاعها اعلى من الرز تقريبا بعقلتين كده صباع، علشان ايه؟ يستوي ويبقى خطير. اول ما بيشرب ميته بنغطي الحلة ونسيبه على نار هادية تماما لمدة 10 دقايق ربع ساعة، وبتلاقي الرز بقى معاكي مفلفل وحلو جدا ومستوي بشوربة اللحمة وخطير. دي أول خطوة. تمام. نيجي بعد كده بقى للصلصة الحمراء، تعالوا نعمل الصلصة الحمراء. بنحط حتة سمنة صغنونة جدا، مش كبيرة أبدا. استنوا، لا أنا عايزة أخد التانية فين؟ أيوة دي، حتة سمنة كده صغنونة، وبنحط كمان زيت معاها كده، ومعانا الثوم. ناخد كده ايه؟
فصين ولا حاجة من الثوم. الثوم ده بيطقطق ليه كده؟ خلاص تقريبا الثومة كان فيها ايه، نقطة مية ولا ايه. ونقوم مقلبين. اول ما نشم ريحة الثوم على طول احنا خلاص سلقنا اللحمة وعملنا الرز وعملنا كمان الصلصة الحمراء بتاعت الفتة، فاضل بس الصلصة البيضة ونركب طبق فتة خطير كده ومحترم للعيد ان شاء الله. فخليكم معانا بعد الفاصل هنكمل بقية الفتة بقى. احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا سلقنا اللحمة تمام، وعملنا الرز بتاع الفتة وعملنا الصلصة الحمراء بتاعت الفتة، فاضل بس نعمل الصلصة البيضة مع بعض ونركب بقى الطبق كله وبيبقى خطير ان شاء الله. واللحمة طبعا تقدروا تحمروها او تحطوها مسلوقة زي ما انتوا عايزين. انا معايا هنا بقى الطاسة الحلوة دي عشان نعمل الصلصة البيضة بتاعت الفتة كده. هنحط ايه، معلقتين من الزيت في طاسة كده صغيرة، ومعانا ثوم، نحط كده فصين ولا حاجة من الثوم. ما غيرت الثوم بقى، ده ثوم فريش، الثوم التاني كان بيفرقع. اهو بصوا كده، اول ما ايه الثومة اشم ريحتها كده هقوم محضر على طول معايا الخل، ومش لازم تصفر قوي يعني، يا دوب بس كده نشم ريحتها بتبقى ظريفه عشان ما تغمقش. دي مش بتاعه الملوخيه، مش تقليه يعني عشان نخليها بقى تصفر كده وتاخد لون، لا انا اول ما اشم ريحه الثوم على طول خلاص انا كده هطفي النار واقوم طافياها بخل كده. اهو انا كده طفيت الثوم بالخل، ومعانا شويه شوربه كمان، شوربه اللحمه اهو. بس هي دي الصلصه البيضاء الفظيعه. بصوا اسهل فته يا جماعه، اللي ما عملتش فته قبل كده ولا لسه عروسه بقى واول بقى عيد يعدي عليها في بيت جوزها ومحتاسه شويه وبتاع، مع ان انا متاكده اكيد هتروح بقى تاكل عند مامتها او حماتها زي ما كلنا بنعمل، بس انت فاجئيهم بقى قولي لهم لا بقى انا اللي هعمل لكم الفته، واعمل لهم الفته بالطريقه دي وادعي لي بقى بألف هنا وشفا. احنا كده خلاص حطينا الرز، معانا بقى الصلصة الحمراء نحطها كده عليها بالشكل الحلو ده. يا سلام فن برضو، انتوا عضو فنه برضو كده. بس كده اهو، وهحط برضو تاني من الصلصة البيضة فوق الرز كده، نسقي بيها برضو ايه الرز بالشكل ده. ونجيب بقى اللحمة الحلوة، طبعا انتوا عايزين بقى تحمروا اللحمة هتبقى لطيفة جدا، عايزين على طول تستخدموها مسلوقة مفيش مشكلة حسب بقى ذوقكم. انا عشان ما عنديش وقت احمرها فاحطها كده مسلوقة اهو. بس كده طبعا الصلصه الحمراء يا جماعه ما تحطوهاش على الفته الا خلاص وقت الاكل، يعني انتوا خلاص هتاكلوا خلوا بالكوا يعني، علشان طبعا لو هيبقى لسه مش هتاكلوا دلوقتي او حاجه الصلصه انتوا عارفين عمرها قصير كده. ونحط برضو ايه رشه كده بقدونس خفيفه على الفته الحلوه دي، وادعوا لي بقى يا جماعه طبق فته لذيذ وظريف وخفيف وحلو قوي قوي، ودخلوا العيش الفرن احسن بدل ما تحمروه عشان يبقى اخف، وبرده ما تكتروش حته السمنه بتاعه تشويحه الرز والصلصه الحمراء والحاجات دي كلها علشان ما تبقاش الفته تقيله، نبقى بناكلها واحنا مبسوطين. بس كده.